الحين راح اروح مشاهدينا مع هيا بالويكند وراح تعرفنا على اماكن وتقترح لنا اماكن نزورها من خلال اكسبو 2020. فخلينا نتعرف هي وين حاليا. هيا صباح الخير. صباح النور يا هاني، وانا كثير متحمسه انه رجعنا بفقره هيا على الويكند، خصوصا من الاكسبو لانه الخيارات كثيره كثير. انا هلا موجوده بشلالات الاكسبو، الله. فيكم تيجوا عليهم هون، هن الاضخم من نوعهم بالعالم، طولهم حوالي 25 متر، وهو فكره جدار من الشلالات، شلالات المي، والمي اللي بيستخدموها هون بتم اعاده تدويرها، فما في كثير ووتر ويست، ما بتضيع المي او ما بيستخدموا كثير مي لها. وفي عرض كل 6 دقائق اغنيه، وعلى هاي الاغنيه في كوريوغرافر مظبط كيف المي بتتحرك على هالاغنيه. وكمان معلومه كثير حلوه انه هدول الشلالات انتر اكتف، ففيكم هلا بس يمشي العرض الاطفال الكبار اي حدا، بما انه دنيا شوب هيك تبوردوا بتشلحوا بيجركم وفيكم تمشوا على الشلالات. ناطرين مفروض هلا يبدا العرض بعد شوي، فيكم تشوفوا معنا. شو كمان بخبرك يا هاني؟ خبريني. هلا من شوي كان في ملان ناس هون بتصوروا بتمشي مع تمشي مع عشان ناطرتك بس تخلص تيجي تتمشى لعندي هون. ضروري ضروري. كل كم يكون في عرض مائي، يعني خلال كم هذه فترة التوقف؟ كل 6 دقائق. هلا هي فترة توقف، كل 6 دقائق ببدا العرض. هلا حيبدا وما حتسمعوني كثير منيح. العرض هلا حيبدا بثواني وما حتسمعوني كثير منيح لانه بيبدا موسيقى. وبعدين في حد هون ورا في برج مراقبه هلا مش شايفه لانه نازل لتحت، وين فيكم تطلعوا عليه. هيو وراي هون، وفيكم تشوفوا كل الاكسبو 300، يعني فيكم تشوفوا الاكسبو من فوق 360. وبطلع وبنزل باخذ ضيوف، هلا هو نازل لتحت بس مثل ما شايفه هيو ورانا. نعم ممتاز. احنا شو لحظه شوي هيا، احنا ان شاء الله راح نرجع لك. أيوة. بعد دقائق ومره اخرى بمكان جديد، لكن بنعطيك 5 ثواني اذا اشتغل العرض. استنى معي 5 ثواني. يلا بدي اجهز حالي، راح اقيم المايك اشلح بشيء. يلا خلينا نتابع. استنى شوي. تمام، انت على الهواء ونشوفك الان. هيو بدا. ايوه اشتغل شوف. شكرا لك يا هيا.